يعيش طلاب الثانوية العامة تحت ظروف تحدي يومي في معاناة حقيقية بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، خصوصا أثناء فترة الامتحانات النهائية. فعلى مدار الأسابيع الماضية شهدت مدينة سيئون انقطاعات كهربائية تصل إلى 7 ساعات مقابل 3، مما أرهق الطلاب ودفعهم إلى البحث عن بدائل للإضاءة بالشموع والمصابيح الكهربائية. تم تشتين أول يوم من الاختبارات الوزارية لهذا العام في ظل ظروف صعبة في حالة انطفاء التيار الكهربائي وعدم القدرة على مراجعة الدروس بسبب انقطاع فترة زمنية من التدشين المدرسي. لذا نرجو ونناشد السلطات المحلية في التخفيف علينا في معاناة الكهرباء في ظل هذه الأوضاع وفي ظل هذه الظروف الطقسية. الحر الشديد في القاعات الامتحانية وضعف استيعاب المنهج بسبب إيقاف العملية التعليمية وسائل مؤثرة على تركيز الطلاب وتصعب عليهم الإجابة على الأسئلة بشكل جيد، وهي مشكلة تؤرق الكثير منهم وسط عجز السلطات عن إيجاد حلول سريعة لهذه الإشكاليات، وهو ما يعرقل مسيرة الشباب الدراسية ويضعهم في مواجهة تحديات صعبة. في إدارة المركز الاختباري حاولنا التخفيف من هذه الظروف التي يمر بها الطلاب بتوفير الأجواء المناسبة، ولكن لا يزالون يعانون في خصوصا في البيوت من انقطاع التيار الكهربائي وكثير من الضغوطات عليهم بسبب التوقف الذي حصل في الدراسة. حاولنا تعويض ذلك بتنفيذ حصص تقوية لهم قبل حوالي 20 يوم، والحمد لله نحن رغم يعني الآن الكهرباء مطفية والأجواء، لكن نحن بالنسبية أن نحن معنا طاقة الحمد لله. يعني البنات بالنسبة للاختبار ماشي بكل هدوء وبسلاسة، ما فيش أي مشاكل. لا يوجد لدينا خيار سوى التأقلم مع الواقع، هكذا يقول حال الطلاب والمجتمع في وادي حضرموت، الأمر الذي سيدفعهم إلى اليأس في ظل ظروف صعبة. لكن مع ذلك يبقى الأمل معلقا في حل نهائي لهذه الأزمة حتى تستمر الأجيال القادمة في المضي قدما في تحقيق طموحاتهم الأكاديمية رغما عن الصعاب.